اليوم السابع دوت كوم هو أحد أشهر المواقع المصرية الإخبارية على النت، واللي بيهتم بكل التفاصيل الإخبارية والاجتماعية في مصر والعالم. والجميل في موقع اليوم السابع إنه بيعتمد على الوجوه الشبابية الجديدة وبرامج مختلفة من خلال الأونلاين راديو. والموقع بيتم تحديثه بشكل مستمر، والجديد على الموقع إنه بيكون في تجربة جديدة بيهتم من خلالها نقل حي ومباشر لكل اللي بيدور في صالة تحرير اليوم السابع. هيكون معانا النهاردة الأستاذة فاطمة خير، مدير التطوير التحريري والجودة بتلفزيون اليوم السابع. صباح الخير ونهارك سعيد. يا فاطمة صباح الخير. صباح الفل. فكرة جريدة اليوم السابع، يعني هي ابتدت قبل الجريدة نفسها ولا بعد إنشاء الجريدة؟ الموقع تقصدي؟ الموقع هو المفروض إنه الموقع والجريدة كانوا يبدأوا مع بعض، وكان التحضير للجريدة قبل الموقع، لكن بسبب مشاكل إجرائية قبل 25 يناير تم تأخير صدور الجريدة، وكان ده من حظ الموقع لأن الجهود بتاعتنا أغلبها تركز في إصدار الموقع الإلكتروني. هو انطلق تجريبيا في مارس 2008 ورسمي في اول يونيو 2008. لكن اليوم السابع الحقيقه يعني جريده شابه، ولكن عملت صدى ورد فعل حلو جدا 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 عند الناس، يعني مبروك. يعني ميرسي. ده لانه يعني على الاقل 85% من قوه العمل بتتكلمي في تحت ال 25 سنه، وبداوا معانا وهم في ثالثه او رابعه جامعه او خريجين جداد. 90% من الموجودين اول في شغلهم طاقة في وفي الحياه، أفكار ورئيس تحرير كان تحت ال 40 سنه وقتها، فيعني طبيعي كله شباب. تلاقي انه كل الجو بتاع المؤسسه شاب. طيب دلوقتي الموقع مليء بالبارتيشنز والعناوين، ممكن نتكلم عنها بالتفصيل بس عشان نعرف احنا بنتكلم على ايه؟ الموقع فيه 15 قسم موجودين على الصفحة الرئيسية، ثلاث أقسام في خمس صفوف، بالإضافة لقسم التحقيقات والمنوعات غير الموجز الإخباري والتوب ستوريز. بتتحدث على مدار الساعة، بكل ساعة بيجي لنا بيان بتحديث الأخبار. احنا بنعمل في المتوسط في اليوم ما بين 550 و600 خبر في اليوم، في الاحداث اللي هي بتكون زي الانتخابات او احداث الثوره على 10 بالليل بنكون عدينا ال 1000 خبر. احنا عارفين ان قوتنا في سرعه تحديثنا، لانه احنا السبيل الوحيد للمعرفه الاخباريه لاي مصري تحديدا موجود بره مصر، والحمد لله قدرنا نبقى الموقع رقم واحد على المستوى الاخباري، بدليل انه فوربس اعطتنا جايزتها لمده سنتين. يعني هي اطلقت جايزه جديده من السنه اللي فاتت لافضل المواقع الالكترونيه، وده بيعتمد على نسبه الدخول وعلى قد ايه القارئ بيقعد وقد ايه عندك يونيك يوزرز. فزنا بيها الحمد لله السنه اللي فاتت، وفزنا بيها كمان السنه دي، وان شاء الله نفوز بيها السنه الجايه ان شاء الله. انتوا بيتم تحديث الاخبار على الموقع كل قد ايه تقريبا؟ لا بصي، هو احنا بنشتغل في تحديث كل البارتيشنز الموجوده دي في نفس الوقت. يعني بالنسبه لك يعني لو إيه كل ما الأخبار؟ بتعملي كل ما بتعملي احنا بصي احنا مقتنعين في شويه كده، في حاجه احنا بنسميها الكود. احنا موقع اخباري، يعني الخبر هو نمرة واحد والخبر لا يعلو شيء. نمرة اتنين انه احنا اخبارنا محلية، وهي دي سبيلنا المحلية. الاساس ان احنا عايزين نخدم القارئ بجد، فطول الوقت احنا على اتصال بالقارئ من خلال التعليقات او من خلال الايميلات اللي بيوصلها القراء، كمان من خلال الدراسات اللي بنوصي شركات متخصصة تعملها في اتجاهات الرأي عند القراء، وبناء على ده بنعمل تحديث اسرع لبعض السكاشن. يعني الاخبار العاجلة والتقارير المصرية والتوب ستوريز اللي فوق هتلاقيها دي بتتحدث بشكل سريع جدا. من اكتر الاقسام اللي بيدخل عليها ناس عندنا الرياضه، لانه احنا عارفين الرياضه هي جوكر في اي موقع الكتروني. كل الاقسام بتتحدث تقريبا طول الوقت، بس دي اكتر الاقسام اللي بتتحدث بسرعه. ثوره 25 يناير، ايه اللي اضافته للقناه بتاعتكم؟ بصي، هو ثوره 25 يناير عملت اهتمام من رجل الشارع العادي بوسائل الاعلام بشكل اكبر، لكن احنا كان عندنا امتيازات حقيقيه. اولا احنا في فتره قطع الانترنت قدرنا نشتغل عن طريق القمر الصناعي، فكنا احنا خلينا نقول الواجهه الوحيده اللي بره مصر. اللي بره مصر عايز يعرف ايه اللي بيحصل في مصر، احنا عندنا الحمد لله ميزه حقيقيه، اي قارئ او اي يوزر بنكسبه ما بنخسرهوش تاني. ففترة الثورة دي عملت دخول كبير على الموقع وقدرنا نحتفظ بيها، لدرجة ان احنا في فترة الدراسة اللي عملتها اللي بناء عليها فوربس قيمت المواقع الموجودة كان في 15 مليون زائر. يعني من ضمن المجهودات اللي باينة واللي انتوا بتعملوها انه وصلتوا من خلال الانترنت وعملتوا برامج راديو اليوم السابع. فكرة جديدة وفكرة كويسة جدا، وبتوصل بسرعة قوي للناس اكتر ما هم مثلا ينزلوا يشتروا الجرائد او ينزلوا يشوفوا حاجات كتير قوي. فمن خلال برامج اليوم السابع بنعرف كل حاجة انتوا عايزين تقولوها. جات لكم منين بقى الفكرة دي، وامتى بالظبط قررتوا ان انتوا تفعلوها؟ بصي، هي بالتحديد هي فكرة رئيس التحرير.
هو اللي مؤمن انه الموقع لازم يكون خدمة اعلامية متكاملة بالصوت وبالصورة. انت لو طلعتي بره هتلاقي انه اي مؤسسة اعلامية دلوقتي عندها موقع الكتروني، جريدة مطبوعة، راديو وتلفزيون. ده كان في سبيلنا لتقديم الخدمة الاعلامية المتكاملة دي. كمان احنا حبينا، احنا اكتشفنا انه في قارئ بيدخل على الموقع كل شويه يعرف الاخبار، بس في واحد تاني بيشتغل طول الوقت، واحنا نسبه الدخول عندنا خلينا نقول 80% للشباب من 18 ل 40 سنه، دي دول الفئة اللي بيشتغلوا انتوا فتره بتخاطبوها. النهار. بالظبط كده، شباب بيخاطب شباب، الفئه دي بتبقى موجوده في الشغل، فهو ممكن يكون بيشتغل وبيسمع برامج الراديو، بيسمع نشرات الاخبار على الراديو، الراديو اشتغل لمده سنه ونص، هو متوقف دلوقتي بقاله شهر لان احنا بنعمل إعادة تحديث المنظومة الإعلامية بتاعتنا، وبناء على ده بنعيد تقييم التجربة اللي فاتت وهنستمر إزاي في الفترة اللي يعني جاية. انتوا متوقفين دلوقتي تماما، يعني مفيش أي إرسال خالص لا من الراديو متوقف دلوقتي لأنه إحنا بنعمل البث التجريبي اسمه اليوم السابع مباشر، اللي هو البث التلفزيوني، هو نفس فريق الراديو من خلال تجربة الراديو بيحولها لصورة، وبعد كده هنروح مقدمين باكيج متكامل إزاي راديو بتقري وصورة. راديو وتلفزيون وموقع. تمام. تمام. ازاي بتقيسوا نجاح الإذاعة بالنسبة لنجاح الموقع؟ بصي احنا الموقع بالنسبة لنا، انت دلوقتي ما بتقولي الموقع، بتقولي الموقع كخدمة متكاملة، بس الموقع ده هو يعني الإذاعة كانت بتخدم الموقع ان هي بتخلي نسبة الدخول البقاء في الموقع طويلة، بمعنى انه انا اذا هدخل وهطلع كل شوية عشان اشوف ايه الاخبار، لا انا هدخل وهسيب وهعمل مينيمايز من الموقع علشان استفيد كمان بالصوت، فده كمان بيعمل علاقة حميمية اكتر، وهتندهش لما تعرفي انه اغلب جمهور الراديو كان موجود بره مصر في اوروبا وامريكا، لانه هناك كل حاجة ما فيش الانبيت تلفزيون، ما فيش اذاعة مصرية بيسمعها، فكان الراديو ده هو الصلة الوحيدة ما بينه وما بين الوطن، يعني ببلاش بيسمع وبيشوف. برضو من ضمن الحاجات الكويسه جدا ان انتوا برضو فضلتوا مصرين، او ان انتوا اصريتوا ان هي تكون موجوده ضمن الشغل بتاعكم، هو الكاريكاتير. يعني قررتوا انه الكاريكاتير يكون له برضو نصيب جوه موقع راديو اليوم السابع. موقع اليوم السابع موقع اليوم السابع قررتوا ان هو يكون له وجود فيه، وخصوصا ان هو بيعبر بقى عن حاجات ممكن الكتابه ما تعرفش تعبر عنها كتير. فايه اللي خلاكم ان انتوا تصروا، او ان تكون من ضمن من ضمن اهتماماتكم ان يكون في كاريكاتير؟ بصي هو القارئ هيدخل كل شويه عشان يعرف اخر الاخبار والمستجدات، بس مش معقوله بقى تكوني كئيبه، يعني لازم تقدمي له حاجه ترفعي شويه دمها عن ال خفيف، وانت عارفه ان المصريين اصلا طول ما هم قاعدين بينكتوا، فانت يعني بتحاولي ايوه تسيريهم وبتقدمي لهم كاريكاتير، وعندنا اكتر من رسام متميز الحمد لله في المنطقه دي. بما ان حضرتك المسؤوله عن اطلاق البث المباشر، انتوا بتصوروا تقارير اخباريه متميزه جدا، ده اللي خلاكوا تفكروا ان انتوا تعملوا يعني اونلاين تي في؟ الحقيقه الاونلاين تي في ده كان مشروع المفروض كان يطلق في مارس اللي فات وتاجل بسبب احداث الثوره، وتم اعاده صياغه فكرته، هو كان هيبقى تلفزيون يعني برامج ومسلسلات وميني دراما موجوده على الاونلاين، لانه دلوقتي الاهتمام اكتر بالاخباري، فاحنا قررنا انه ايه الخدمه بشكل بسيط اللي هتقدميها للقارئ بتاعك، اكتر الفيديوهات اللي انت بتصوريها بتقدميها له من خلال قسم جديد موجود يقدر يشوف التقارير الفيديو اللي موجوده في الاخبار مجمعه، بس صاله التحرير تحسي بقيمه ده اكتر لما يكون في احداث زي 25 يناير القارئ عايز يتواصل معاها، بيخش لك من خلال صفحه الموقع، لانه هيكون له موقع جوه صفحه جوه الموقع بيسال بيجاوب عليه رئيس القسم المختص او الصحفي المختص، وبعد كده هيكون من خلال سكاي بي كمان في تواصل ما بين القراء ما بين الصحفيين. بس احنا سوري سارة، احنا بنشوف كل حاجة بتحصل في صالة التحرير، وانتوا بتحضروا للأخبار وكل حاجة، صح؟ الحقيقه انه ده حاجه ما كانتش سهله، لانه الصحفيين نفسهم ما كانوش مستوعبين فكره ان انا ابقى طول الوقت على الهواء، فهي ايوه الحقيقه حاجه هيتخضوا. صعبه، عشان كده احنا قررنا ان احنا نقلل فكره البث دي كمان عشان ما نطلعش اسرار صاله التحرير بره، تمام. بس هيكون ده موجود جدا لما يكون في ندوات، لما يكون في ضيف مهم بيجي لنا، وده بيكون عندنا كتير الحقيقه، او لما يكون في حدث مباشر بنبثه من التحرير زي ما هيحصل ان شاء الله يوم 25 يناير، بس خلي بالك كمان احنا عندنا نشرات اخبار على راس الساعه، وعندنا مقابلات على فيه 6 أو 7 أو 8 ساعات مقابلات طول الساعة مع الصحفيين المختصين. حريتنا أكاديمي. يعني عملتي كده. ايه هي فكرتها؟ عايزاكي تتكلمي عن فكرتها وتقولي بقى الإقبال عليها شكله عامل ازاي. يعني خلينا نتجاوز ده لفكرة البث التلفزيوني أكتر، لأني مهتمة قوي إن أنا أتكلم عنها، أنا متأكدة إن الجمهور اللي بيشوفنا جمهور شاب، وأنا طمعانة جدا إن هو يكون معانا يوم 25 يناير اللي هو موعد إطلاق البث الرسمي. احنا طلعنا يوم 10 يناير بس تجريبي،
وبعدين النهارده احنا يعني مقللين بقى السبوت شويه على الموضوع علشان نقدر نستعد اكتر نطلع بشكل لائق ومفاجئ يوم 25، خصوصا ان احنا عارفين ان يوم 25 الجاي ده هيبقى الذكرى الاولى للثوره ايه المصريه. المفاجآت؟ ايه المفاجآت؟ ما خلينا بقى، ما انا عايزه الناس بقى تستنى وتشوف يوم 25 ايه اللي هيحصل. اوكي يعني هنحاول ننافسكم، يعني هي دي المفاجاه. بجد فعلا؟ لا اه يبقى ما هنحاول برضو، تطلعوش بقى، وعندنا ما مذيعات تطلعوش لا حلوين برضو هيطلعوا لا وحاجات لا ما تطلعوش، او خدونا معاكم. تشرفونا. يا سلام، انا هبقى مبسوطه لو يا يوم سارة كده 25 هتبقوا سواس معانا. مهندس. اي مصلحه؟ ايوه. هل اعتمدتوا على كوادر اليوم السابع ولا استعنتوا بوجوه جديده؟ بصي هقول لك على حاجه، الكوادر بتاعت اليوم السابع بتسمى كده في اوروبا الشيفا جورناليست. يعني في شهر 6 اللي فات انا كنت في مؤتمر في فرنسا رايحه بتكلم في سيشن عن اليوم السابع كنموذج للشيفا جورناليست. الشيفا ده الاله الهندي اللي ليه اكتر من ايد. احنا مؤمنين انه الصحفي العصري هو اللي بيقدر يسجل صوت صالح للراديو، بيصور تقرير صالح للعرض فيديو على التي في، بيعمل خبر صالح للجورنال المطبوع، واللي او عنده سرعه الايقاع بتاع الموقع الالكتروني. احنا 100% بنعتمد على كوادر اليوم السابع، لكن طبعا لو حبينا انه في بعض التخصصات الفنيه الدقيقه او التقنيه بنحتاجها من بره، مؤقتا بنستعين فيها بحد من بره. المجهود اللي انتوا بتقدموه بقى، عايزين نعرف كده شوية خلطة من أسرار النجاح اللي انتوا بتعملوها، لأنه في وسط الزخم بقى بتاع الوجود الفضائي دلوقتي من جميع الأسامي والجرائد والقنوات وبتاع، ايه شكل المجهود مثلا اللي انتوا بتكونوا بتقدموه غير الناس التانية، عشان الناس التانية تعمل زيكم وتبقى كويس، يبقى في منافسة بقى يعني شديدة اشك أكتر، الحقيقه الحمد لله. يبقى يعني منافسة أكتر. بصي هقول لك على اول حاجه، القاعده ان احنا لما بننافس نفسنا مش بننافس حد تاني، مش لانه احنا طول الوقت احسن من الاخرين، بس لان احنا عارفين طريقنا شكله ايه. بمعنى انا لما هطلع راديو فانا بطلع صوت موقع اليوم السابع، لما هطلع تي في انا بطلع الفيديو بتاع موقع اليوم السابع. انا مش هنافس الاذاعات، مش هنافس الفضائيات، انا بقدم الخدمه الصحفيه بشكل عصري، وده موجود في اوروبا على فكره، والمستقبل لده. انك تصدقي القارئ، بيكون عندك سنس عالي ناحيه القارئ من خلال التعليقات، من خلال الايميلات. احنا مثلا فريق العمل كله بدءا من رئيس التحرير لغايه اصغر صحفي ايميلاته موجوده على الموقع. طب خلي بالك في حاجه، من حاجه بدون اقطع كلامك عشان خليكي فاكره النقطه اتفضلي. عشان تكملي، خلي بالك انه في دلوقتي طبعا الانترنت خلاص، يعني ما اعتقدش بقى بجد دلوقتي انه ما فيش حد ما عندوش انترنت، من اصغر اي حد بالظبط. في الدنيا لاكبر اي حد في الدنيا. لازم تحطوا برضو من ضمن، او حطيتوا من ضمن اهتماماتكم الناس اللي هي مش مثقفه قوي، اللي هي ما بتعرفش تخش في عمق الموضوع قوي زي ما بنقرا كده في الجرايد، حطيتوا في اهتماماتكم او من ضمن الخطط بتاعتكم ان انتوا ازاي توصلوا للناس اللي ثقافتها ضعيفة شوية؟ بصي هقول لك على حاجه، الخلطه السحريه اللي انت بتسالي عنها في اليوم السابع اللي هي السهل الممتنع، البساطه المطلقه. انت لو بصيتي لتصميم الموقع عندنا هتلاقي على فكره مواقع بره مصر احلى منه في التصميم، لكن هو واضح وسهل. في قاعده برضو رئيس التحرير مؤمن بيها ودايما بنحطها في الكود بتاعنا واحنا بنشتغل، نتعامل مع القارئ كانه حد انا بمسك ايده وبوصل له المعلومه، مش بستنى ان هو يتعب نفسه عشان يوصل لها. كل ما كنت بسيطه كل ما قدرتي توصلي بشكل اكتر. الكلكعه شويه دي ممكن تلاقيها مثلا في المقالات، هتلاقي عندنا تنوع، احنا بيكتب عندنا كل الاطياف السياسيه وكل انواع الكتاب، بالاضافه ان القراء ليهم مقالات على الموقع. فانت بتقدمي المعلومه، عندنا طريقه معينه لكتابه الخبر، مثلا انه الخبر نو يزيد عن 250 كلمه، ما يقلش عن 140 كلمه، التقرير ما يزيدش عن 400 كلمه، التحقيق ما يزيدش عن 600 كلمه، ولازم يتقطع بصور وكده، فالقارئ ما يملش منك. احنا عملنا تحديث اكتر من مره على شكل الموقع لكن القارئ ما ياخدش باله، لان احنا بنكسر عنده فكره الاحساس بالملل، لكن ما بنعملوش صدمه التغيير، وما بنقعش في الغلطه دلوقتي في مواقع تانية انه فجاه تروحي مغيره له شكل الموقع. طب هو اساسا اتعود عليكي، يعني زي ما بيصحى من النوم كده يغسل وشه لازم يفتح ويتفرج وعارف هو هيشوف ايه، يعمل جوله فتعملي له اعلان وسبوت شويه زي التي في زي الالبومات زي كده مثلا، بس هو عارف هو يدخل فين. لو كسرتي عنده حته التعود دي تخسريه، وهو ده السر في ان احنا ما بنخسرش القراء، ان هم خلاص اتعودوا. يعني اليوم السابع بقت زي ميه الهوا. يا رب تفضلوا كده على ان طول، شاء يا رب الله ان شاء الله يا التقدم. نوم. النيو ميديا، هل ده مؤشر لاختفاء فيما بعد الصحف الورقية؟ بصي الجدل ده قايم بقاله سنين، واحنا طبعا في اوروبا في امريكا سابقنا شويه في الموضوع ده، ولا يزال الجدل ده سائر عندهم. ولكن المؤكد ان كل الناس المتخصصه في مجال الميديا بتقول انه البرينتد ايشوز دي هتختفي، بس ما حدش عارف امتى، يمكن بعد سنه ويمكن بعد 10 ويمكن بعد 100.
في جرايد بره دلوقتي منتشره جدا الكترونيا، لكنها بتحتفظ بالطبعه الورقيه لانها لازم تكون موجوده ورقيا في اماكن، وفي ناس يعني وفي سن معين الناس ما بتحبش فيه غير الورقي. بس المؤكد ان انت مثلا عندك السن اللي موجود من سن 16 و18 سنه، ده بعد 20 سنه ده هيعمل ايه بالبرنتد؟ هو اصلا مش بيشوف المطبوع. بس لسه بعد 20 يعني مده انا طويله. بقول لك مثلا ما هو مثلا عايز اقول لك انه ثوره 25 يناير خلت الاقبال على كل وسائل الاعلام، كل الجرايد دلوقتي بتوزع، ولكن على الالكتروني اسرع لانه انت في اللحظه دي عندك كل المعلومه، فانت ليه ترجعي لحاجه تانية. تمام. وان شاء الله يعني هيبقى فيه غير البث اللي على النت وغير الراديو، هيبقى فيه قناة تلفزيونية لليوم السابع كمان. بصي ده دايما السؤال اللي بيجي لنا من كل القراء اول ما بنقول ان احنا عاملين راديو او تي في او كده، احنا نجوميتنا وتميزنا وتفردنا هو في اعلام الانترنت، احنا رواد فيه في مصر وفي المنطقه العربيه، احنا قدرنا نغير قانون نقابه الصحفيين وخلينا نقبل الصحفيين اللي شغالين في المواقع الالكترونيه. فيمكن ده يكون في يوم من الايام، بس هو اكيد مش مطروح دلوقتي. تمام يعني يا فاطمه بجد من كل قلبنا في نهارك سعيد، كاست نهارك سعيد كله بيتمنى لكم بجد كل مرسي التقدم مرسي وكل ليكم الخير، مرسي لانه ليكم. من اول زي ما بقول لك ما الجريده نفسها طلعت واحنا متفائلين بيها خير كده، قناه مرسي شابه جميله عرفت تنتشر بسرعه وعرفت يبقى ليها بصمه مختلفه وسط كل مرسي الجرائد. مرسي ليكم. فاطمه خير مدير التطوير التحريري والجوده باليوم السابع، ميرسي ليكي وبنشكرك على وجودك مرسي معانا ليكم النهارده. انتم ميرسي يا مرسي. فاطمه شكرا جدا، شكرا. مرسي مرسي جدا. الفقره الجايه فقره غنائيه هتكون مع ساره وشباب الثوره، تابعونا بعد الفاصل.